اليوم شبيبه اليسار الديمقراطي تنظم هذا اللقاء المفتوح مع الاخ محمد حفيظ وكذلك الاخ محمد بجاجه في سياق انعقاد المجلس الوطني للشبيبه. هذا المجلس الوطني اللي كينعقد تحت شعار تنظيم شبابي قوي لمواجهه الهجمه المخزنيه للحقوق والحريات واسقاط التطبيع. اختارينا هذا الشعار لهذه المرحله لان كنعتبروا ان كاين هجوم كبير على الحقوق والحريات ديال المواطنين، الهجوم على المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان وكل النشطاء السياسيين، وكذلك من اجل مواجهه التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي في هذه الاثناء يقوم باباده جماعيه للشعب الفلسطيني. كذلك قلنا في الشعار بانه تنظيم شبابي قوي، لان نعتبر ان مواجهه هذه الهجمه والنضال من اجل اسقاط التطبيع يحتاج الى تنظيم شبابي اللي هو قوي. كما نعلم جميعا انه لا يمكن ان نشتغل في الحاضر ونستشرف المستقبل دون ان نعي جيدا الطريقه ديال الاشتغال وكيف كان الاشتغال في السابق. لهذا اختارينا هذا اللقاء نبداو به في اطار اننا نناقشوا مع الاخوان باعتبارهم كانوا كتاب وطنيين سابقين الطرق اللي اشتغلوا بها في الامس وكيفاش كيشوفوا النظره ديالهم اليوم وما هي تصورتهم للمستقبل. بالنسبه لي نضال الشباب المغربي هو دائما كان يعني محدي وكان الحضور يعني بشكل لافت يعني كميا ونوعيا وكيفيا يعني الحضور ديال الشباب المغربي، ويعني غير في القريب يعني الحراك ديال 20 فبراير، الحراك ديال الريف، الحراك ديال الجراده، الان الحركات الفئويه والمحليه يعني كلها تثبت على ان الشباب المغربي يعني حاضر بشكل قوي للتعريف بالمطالب ديالو وللاحتجاج يعني على الظلم الاستبدادي والظلم يعني الاقتصادي اللي كيقيسوا. وايضا يعني الشباب اليوم ما بين البارح واليوم هو انه اختار يعني اشكال جديده في الانخراط واختار يعني اشكال جديده في التعبير يعني على الاحتياجات ديالو، ومن بين يعني هذه الاشكال يعني الجديده هو حضوره القوي في مواقع التواصل الاجتماعي ومعارك قويه يعني اللي خاضها الشباب المغربي، اضافه يعني لتواجده يعني في الحراكات يعني على المستوى الميداني على مستوى الشارع، اخرها القضيه الفلسطينيه، غلاء الاسعار الى غير ذلك. اذا بالنسبه لي الحضور قوي ولكن يعني فيه مجموعه الاكراهات ومجموعه ديال التحديات مرتبطه بالاليات التنظيميه، يعني الاجوبه اللي احنا محتاجينها اليوم كاليات تنظيميه يعني من اجل تنظيم هاد التحركات وهاد الحراكات يعني وهاد الفعل الميداني يعني المتميز. المساله الثانيه هو التعبير السياسي لهاد الحركات الشبابيه، يعني اليوم كنشوفوا يعني واحد سواء في لحظات الجزر ولا في لحظات المد يعني التواجد هو قوي ولكن تعبير سياسي يحمل يعني المطالب هذه الاجتماعيه والمجتمعيه يعني وتحويلها الى مشروع سياسي هو اللي مازال ناقصنا. وكنظن على ان ندوه اليوم من بين المحاور ديالها هو كيف يمكن يعني للمعبر السياسي ان يستوعب هذه التحولات يعني في الشباب وفي مطالبهم وفي تحدياتهم وفي امالهم وايضا في اشكالهم يعني التعبيريه وتحويلها الى هذا المشروع، لانه في نهايه المطاف الحركات الاجتماعيه مهمه ومهمه جدا، التواجد الميداني وفي الشارع مهم ومهم جدا، ولكن دون احزاب سياسيه معبره حقيقيه فاعله اللي غادي تصارع مع السلطه يعني في مختلف داخل المؤسسات وخارج المؤسسات كيبقى هذا الشيء يعني محدود وما يمكنش يعطي الاكل ديالو بشكل كبير. من كاين رهان على الشباب دائما، والشباب واحد الفتره لا تنتهي لانه كل جيل ملي كيتجاوز مرحلة ديال الشباب كيجي جيل اخر اللي كيدخل لهذه المرحله، وبالتالي كنعيشوا دائما ما يمكنش نتصوروا شي مجتمع يعني بدون شباب، واي مجتمع كينتظر الادوار اللي كيقوموا بها الشباب. وبطبيعه الحال احنا في المغرب بقى عندنا نسبه مهمه من الناحيه الديموغرافيه ديال الشباب، وبالتالي مطروحه عليه ادوار ومهام جسيمه في العمل السياسي. اليوم إلا غنتكلموا على شي قوة حزبية في المغرب بدون الشباب فما لا قيمة لها، بغض النظر على المواقع اللي ممكن تكون عندها في مؤسسات محلية ولا وطنية أو لا في الانتخابات إلى آخره. تفاعل مع القضايا ديال الشأن العام كنلاحظوا بأن الشباب حاضر فيها بطريقة أو بأخرى. اليوم أي حدث كيوقع سواء حدث وطني ولا حدث عند ابعاد اقليميه ولا دوليه كنشوفوا
التفاعل ديال الشباب معها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي اصبحت واحد المرآة كتعكس لنا الحجم ديال الاهتمام ديال الشباب بقضايا الشأن العام. ما نحتاجش نتكلم مثلا على الحجم ديال التضامن مع الفلسطينيين في هذه الحرب ديال غزة اللي يعني كت باستمرار يوميا يعني كاين ضحايا وكاين واحد الجرائم وحشية وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وتطهير إلى آخره. كنشوفوا التفاعل ديال الشباب وإن كان ماشي بالطرق اللي كانت شحال هذه التقليدية، ولكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كنشوفوا الموقف ديال الشباب. ما نحتاجش نذكر ما عشناه في 2011 يعني إلى حدود يعني قبيل ما سمي آنذاك بالربيع العربي، قبيل حركة 20 فبراير، حتى واحد ما كان كيتصور بأن الشباب منشغل بقضايا الشأن العام. بمجرد ما برزت هذيك الحركة شفنا المواقف اللي عبروا عليها الشباب المغربي، شفنا المضامين ديالها من الناحية السياسية. فإذا ما يمكنش ما نتكلموش، دائما كاين رهان على الشباب وعلى الأدوار اللي ممكن يلعبها الشباب في المجتمع ديالهم.